ما في صوت، ما في صوت، ما في صوت. لا صوتك كثير بعيد 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 بعيد. قول والله صوتك كثير كثير بعيد. ما حط سماعة، على القليلة حط سماعة. كنت شو اسمه؟ هيك الصوت منيح؟ هيك صوت ممتاز. شلونك يا ميكس؟ على قلبي، شو اخبارك؟ نعيم نعيما نعيما. حلوة هاي القصة، مثل قصتي. ها مثل قصتي. اسمع اسمع وائل، نفسها جولة واحدة من حكم واحد. إذا فزت أنت بحلق على الصفر، وإذا فزت أنا بحكمك حكم واحد. جاهز؟ لك ما ب... ما ما بلعب أحكام أنا، بس إذا 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 فزت، إذا إذا فزت أنا خلص أنت حلق على الصفر. بدك كمل على الصفر؟ ليش؟ لا أخي بدي أسافر على مصر. شو بدك؟ طب حلو، شو ليه شو بدك تسوي بمصر؟ شو بدك تعمل بمصر؟ بروح اغير جو، والله نفسيتي تعبانه والله. والله حلوه مصر. تعرف انه انا ما زرت مصر؟ ليش ما تنزل مصر؟ لهلا ما زال عندي اصدقاء كثير كثير هنيك والله، بس منتظر يعني الفرصه المناسبه. يمكن هاي السنه، يمكن هاي السنه ننزل على مصر ان شاء الله. جوله احكام شباب، ها الشباب جوله احكام. لك ما حدا بيسترجي يحكمني بهذا البرنامج يا ميكس، ما حدا. انا ما بلعب احكام. ما حدا بيسترجي يحكمك ابدا، واللي خلقك غير احكمك. تخيل شباب تكبيس السفر. لو تجي يا ميكس، مو ميكس واحد، 20,000 ميكس مع بعض، مو واحد. ها ميكس ضرب ميكس ضرب ميكس ضرب ميكس ما بيحكمني. فانت بدك تحكي يا حبيبي، روحي انت واحلاك. بس اسمع، بدك حكم خفيف لطيف والله العظيم. لك تدي حالك يا حبيبي، الله يرضى عليك. انا حكم، الله يرضى عليك. انا ما بلعب احكام. شلونك يا ميكس؟ اسمع بدي اسالك سؤال وائل. سؤال يا حبيبي. ماذا لو عاد معتذرا؟ شو هاد؟ ماذا لو عاد معتذرا؟ مين يعني؟ نعم اخوي. مين يعني؟ انت تسالوه عن، مثلا تسالوه عن ابو قعود بقولوك وينه، اما تسالوه عن ماذا لو عاد معتذرا شو بدي اعرفه؟ مين هذا؟ مين هذا؟ مسلسل يعني؟ ابو قعود بالغوطة، عم يراقب ابو. هذا مسلسل يا ميكس؟ والله والله العظيم بقول لك جد. ماذا لو عاد معتذرا؟ يعني اجى عليك شخص وطلب منك العذر، يعني ماذا لو عاد معتذرا؟ بقبل بقبل طبعا. ماذا لو عاد معتذرا؟ بقبل طبعا. والمسامح كريم، ويا ميكس رب رب العالمين بيقول وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل مع وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. فلذلك يا حبيب لو عاد معتذرا خلاص تصفى القلوب، لانه المسامح كريم والدنيا بدها تمشي وفي اسمه ونصيب. هذا ردي ماذا لو عاد معتذرا. طب ليش في ناس لما يكونوا مثلا يكون مثلا جوهم كويس على البث بيجوا بيسالوه، بيجي المتابع بيساله ماذا لو عاد معتذرا، يصير يا مرحبا فيه ونحطه بعيوني وبنسامح. ثاني يوم بس يعصب يقول لك ماذا لو عاد معتذرا، بيعمل حاله مش مهتم. ثالث يوم بتلاقيه ينزل اغاني دراما. لانه ليك يا حبيبي، في فرق بين الرجل والامراه دائما. مش دخل الامراه، انا سالتك عن عن شخص، انا مش دخل الامراه. لا لك شغله، هذا الشخص اللي بيكون اللي شوف، الشخص اللي ذكرته بالتعليقات تمام بيكون امراه. لا مش امراه يعني، والله شاب. وشاب والله شاب. معناته عم يمزح معك. خلص عم يمزح شباب العاد، بس مزح. صح والله صح. ويلكم محمد حبيبي، شكرا. شباب الجولة يا شباب، شباب الجولة، الجولة يا حبايب القلب. احمد ربك. بس انا برايي يا ميكس، انا إيه؟ انا برايي، انا برايي يا ميكس انت خطيت خطيت خطوة واستغل الوقت، لا تندم عليها. خطيت خطوة كملها للنهاية وتحمل مسؤوليتها. ونص الدين هذا رباط مقدس يا ميكس، والرباط المقدس هذا
رب العالمين هو يلي قرره وهو يلي سنه، وهي سنة الله ورسوله. فلذلك نحن لازم يكون قلبنا. أنا معك بس بترجع على اللي كاتبه ربك. اللي صحيح. بس حبيبي اسمع لك، أنت ارجع ضبط المواضيع، وواحد منكم يلغي هذا البرنامج. اسمع من أخوك، والدنيا هيك بكرة بيصير عمرك 60 سنة وعايش لوحدك، وهذا هاي الشهرة اللي هلأ أنت فيها رح تكبها بسطل الزبالة، لأنه ما حدا حيتصل فيك ولا حدا رح يعرفك. إذا من هسه بتصلوا فيي. إذا من هسه بتصلوا ماشي، إذا من هسه بتصلوا أوكي. بس هلأ بتصلوا هلأ كلهم انشروا. الله وكيلك انشروا. اسمع يا حبيبي، اسمع يا حبيبي، شوف شوف، اسمع من أخوك. طار أخوك وبيقول لك المثل أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، مو شرط بس يعني هذا مثل بينقال. الشهرة زائلة وزائفة، ما في شيء اسمه شهرة، الشهرة كذب. في أكثر، في أكثر من، أعوذ بالله من كلمة، أنا في أكثر مني انشهرت بالعالم العربي. يعني هل كم شخص انشهروا بالعالم العربي؟ ما في. كشاب عمري تقريبا شيء 26 سنة كنت مشهور جدا بالعالم العربي، باب الحارة الجزء الثاني على مستوى العالم العربي. الشهرة كذب، ولا تهتم للشهرة، اهتم للي بيطبطب عليك. بقول لك شغلة لحظة ما كملت لك، لحظة، اهتم للي بيطبطب عليك، اهتم للي بيدير باله عليك، اهتم لنصك الثاني، اهتم فيه، لأنه هو الوحيد يلي بكرة بس تكبر رح يكون بجنبك، وقت بتمرض بيوقف بجنبك، وقت يكون عندك أولاد بيربي أولادك أو بتربي أولادك وبتطلعهم بتشوف حالك فيهم إنه هنن بأعلى المراتب. هذا اسمه ولف. الولف لا تخليها تطلع على هذا البلاتفورم، سوري من هاي الكلمة، هذا البلاتفورم ما بدي أقول كلمة طز، بس طز إنه إذا كانوا زوجين بهذا البلاتفورم ما لازم يطلعوا اثنين سوا. أنا هذا رأيي. اسمعني ميكس، معك. فلذلك توكل على الله وروح على مصر، بيت استخارة واعمل اتصالاتك بينك وبين ضحى، بيناتكم بين بعض، ولا تدخلوا حدا فيها، وتوكل على الله ولا تطلعها على هذا البرنامج، وطلب منها انه ما تطلع على هذا البرنامج وهي راح توافق، وتوكل على الله. وان شاء الله يا ربي هيك بتعيشوا، بنشوف اولادكم واولاد اولادكم. والله شو بدي اقول لك شغله، عشان ما نقعدش نصير نعشم بالناس. ولما اقول مثلا كلمه توكل على الله، ترى في ناس بتفكرها انه خلص هاي ميكس بده يروح، هاي ميكس بده يمشي الخطوه هاي. في ناس لا تصرح بشيء، لا تصرح بشيء، توكل على، بس ترك الموضوع، ترك الموضوع لرب العالمين. بالضبط. انا هاي ترك الموضوع لرب العالمين. مستحيل انطي وعد، دائما بضل اقول شو، خلص اترك الموضوع لرب العالمين. ده كان توكل على رب العالمين بس. نعم. قول يا ربي توكلت عليك، يا رب توكلت عليك، انت اللي بتحل الامور وانت اللي بتختار فيه الخير بس. تعرف شو الزمن شو كانت منا، توكل على الله كل شيء بوقته حلو. عن جد حبيبي توكل على الله، وهي الحياة قصيرة يا ميكس، فيها شغلات حلوة. انت شاب ظريف كتير واخلاقك، عندك اخلاق عالية، بس اوقات هيك يعني، مثلا انا شو نقضي عليك، انا شو مثلا، شو شغلات اللي ما بعرف اذا بتتقبل مني كاخ، يعني بعض الكلمات اللي بتقولها على اللايف، بس اختصرها، بعض الكلمات اللي ما حلوة، يعني لانه في عالم بجوز تحضرك يعني بتتضايق من هاي الكلمات، ما بتحب، او مثلا شباب مراهقين مثلا الكلمات، الكلمات اقسم بالله طلع علي، مش اني بكون قاصدها، لا والله العظيم. أيه. بعرف تطلع عفوية هي، فانت حاول انه تضبطها، بس خلصت هي. بعرف حاول انه تضبط اللي قال لي اياها الشخص، فهمت؟ هي والله، هي والله العظيم ما هي ببالي اني اقولها انه متعمد ولا لا والله، بس هي هي على فكره، تخيل يعني، هي هي سالم يا حبيبي، هي هي الـ يعني الماخذ البسيط الوحيد.
بس اما عدا عن ذلك انت ابن عالم وناس ومربى والله يرحم مين رباك طيب ميت. بس انت طالع مثل شو هالقصة هاي لا بعدني ما قصتش من فوق ما كملت. هلا هو الشاب من وين؟ يعني الشاب سوري. والله والنعم. سلم. نعم. هلا يا حبيب كيف حالك؟ اهلا 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 وسهلا كيف صحتك؟ الله يسلمك يا حبيبي الله يعطيك الف عافيه. عافيه قلبك. يا عمي سوريين مبدعين. سوريين ببعض سيدي مع بعض. مبدعين سوريين مبدعين انا حلاقي كمان هون سوري. وكذب مشان الله لا تشد على جلدة راسي مشان الله مشان الله بوس ايدك ابوس ايدك عرفتني. شباب الجولة الثانية بدنا اياها يا شباب. شباب شكرا شكرا يا حبايب. الجولة الثانية بدنا اياها يا شباب الجولة الثانية بالله عليكم بدنا اياها. شكرا استغفر الله العظيم يا رب. شكرا شكرا يا حبيبي شكرا. حبيبك يا حبيبي القيسي حبيبي شكرا. 75 كبسة على السريع سالم زي كل يا شباب بدنا اياها الجوله بدنا اياها الجوله قلبا وقالبا بدنا اياها نفاجئه لميكس بالمستوى القوي اللي عندنا. تقدر تفاجئني انا حدا باي حدا بالتيك توك مستحيل بس شوفني بخاف والله الا انا يمكن الا انا والله يا ميكس الا انا والله الا انا يا حبيبي والله ممكن اني مخوفك ومرعبك ما بتعرف ايش لا والله لا لا تعرف ليش لانه اي دونت كير يعني بالانجليزي بالعربي انا ما بهتم للربح والخساره بيهمني كيف تكون اللعبه ما بتهمني النتيجه كثير بتهمني كيف تكون اللعبه فقط لا اكثر ولا اقل بس الايام جايه يا ميكس وهي الكلمه اللي حكيتها رح خليك تتذكرها كثير منيح. طيب عشان تذكرني اكثر رح جيب مستوى ورجع لي. حاضرين حاضرين ما عندنا مش ليك نحن كلنا مستوى نحن هون كلنا مستوى بس لانه نحن عم نحكي الشباب اللي عندي ما حبوا يورجوك المستوى ولا نحن عندنا مستوى حياك الله بس لانه نحن عم نحكي الله يعزك باي باي حبيبي. كيف دخلكم تفوزوا هلا خليه يجمع حق الحلاقه. Guys, come to go. وعي أصل لك داينتك انتبه وعي أصل لك انتم أصل له لسانه بالله عليك جيني وين رايحة لعن والتك كابس شير اللايف يا جماعة ورد 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 جايز ورد 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 يا حلوين ورد جميل. يا جماعة ورد نعم جيمي اذا الدبل هسه بفلل عندك الك 500 فلفس خلص بعد في سنتين كنت قلنا قبل بس شفت الفرافس مش من قلبك بخيل انا بخيل؟ ايه بخيل الله يسامحك الله يسامحك ليكو بشرفكم يعني هو قاعد عم بقص شعره وعم بقص له غرته وشكله هالشكل مثل كيس الزبالة حاطط هالشرجف الأسود ويفوز علي لا لا هالشكل هيك بدي يفوز علينا لا صراحة يعني كيس الزبالة ما يربح بعربيك طبح الخارة ها ها شباب الجولة ها ما يجي الجولة لا يخليكم الجولة بليز الله الله عم بيزبط حاله ميكس داهر وين رايح على نيو يير هابي نيو يير شنو
شفت لك فيديو عم بتقول انه انت ما بتحتفل بنيو يير، ما بتعيد. والله جيني من وانا صغير ما بحتفلش والله. ليش؟ ما مش شو اللي بعد من الموضوع؟ انه ما بتتعشى مع اهلك؟ لا والله ما تعشيت مع اهلي صراحه. جايز دخيلكم ما يربح، سكوره 6000 يا جماعه. بسافر على مصر اسماركم ويلكم. مسافر على مصر. نفس تفكيركم. كيس زباله طم وتيا كارنيفل. ميم عم بيزبط شعره. نعم. ما أهله يتعشى؟ لا بس بيتعشى بمصر. نفس تفكيرك. برافو برافو. معلوم. جميع احتفلت امبارح مع اهلي. اتعشيت. لعبت زبلان؟ لا. راح يشوف الاهرامات جايز، راح يعمل تور سياحيه، راح يتعلم السياحه. حرام ميكس، ما تظلموا هيك. رايح يشوف رمسيس. يا جماعة دخيلكم الجولة وفوكس فوكس حش ضحك. ركزوا. لا ما يفوز الجولة. بدي اشوف تامر حسني. وياي اي بلس حياك. ورودك الله يسعدك. يلا الحكم الاول يا الحلاق. رد عليها. شيل سبير. شيله قرعه على الزيرو. خليه مصر تضحك عليه. بتعرفي خالتك؟ خالتي بتسلم على خالتك. جيني وين انتي؟ بالبيت. عند البيت. وين كنتي؟ عم جيب كوفي. صحتين جيني. ثانك يو. شكرا يا اي بلس الله يسعدك. وحيت الله شكرا. خبرنا شو جدولك بمصر؟ والله جدولي راح تشوفيه بسناب. ماني متابعتك بسناب، انا عنديك بالانستا بس مش عملت لك فولو بالسناب. بس شوف خلص. شو اسمك بسناب؟ ديكس ولا ميكس؟ ميكس بالاردن. والله انا جايز ميكس بالاردن. ليش صدمتي؟ ما عم لقيك روق. ميكس فتت على الانستغرام وبودوني على السناب. روقوا لنشوف ميكس بالاردن. كبسه يا حلوين كبسه. افتحوا الدبل خيي ابعث لي 500 فرفوسه. بالدبل بالله على كل ورد يا اخوان. ليش لينا؟ خلص زفتك. ايوه عم يعمل اعلان الديكس. ما شاء الله ما شاء الله الله يرزق. كبسه يا حلوين كبسه. خلاص عرفت شو رح احكمه. ورد يا عيال. جايز الجوله ما تروح. ورد 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 ورد. اميره يا اميره. يعني لما بتكفوا لي الورد اسرع. ورود يا حلوين ورود. عم خلاص كلها تروح الورد. جايز ورد يا حلوين ورد ورد. اسرع 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 يا حلوين. ورد 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 يا جماعه. ورد اسرع اسرع. ورد فينا فينا فينا. ورد 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 ور
سبع ورديت. ويلكم يا هلا. على سبع ورديت خسرت. يا الله يا الله يا الله، ليش هيك حالتي حالتي مع الوردة أنا؟ عندك وردة جني. يا ربي هلا يا حلاق بالله عليك. شو مالك؟ خدمني خدمني هالخدمة. ايش؟ لزق له تمه بسكوتش. خلين كتم. خلص عاد انت مقرفة. يلا. ايه برافو هيك ايه. شكرا. خلص. عشقلتك يا المقرف. لا اله الا الله محمد رسول الله. بلال الدبل يا بلال. يا عين يا عين يا عين. ما بعرف ما بعرف صراحة. كبس الشير واللعب. ما كنت عارفة هالقد الشباب بياخدوا وقت ليقصوا شعراتهم. لا بتفكروا حالكم بس انتو ضلكم واقفين على المراية ساعة ونص بالميك اب. ساعة ونص ليش عندي لحط ليك ما حتى شيء على وجهي؟ ليش بدي احط ميك اب؟ لما تعملي ميك اب قديش تقعد على المراية؟ ربع ساعة. كذابي. شو هو انا ما بترش على وجهي فاونديشن وبركب وفراشات وهيك، انجا نتفت حمرة بلاش واي لاينر ومشيت خلص. امانة؟ ايه. اه انت صفرة يعني انت خلقة صفرة. ايه انا خلقت صفرة. صح انت ما في داعي تحطي ميك اب. ايه ليش خالتك مش صفرة كمان؟ طب ليش انا شو قايل جري؟ خلص كرمال تتعلم ما تضل تهوشني بهوشك. طب جيلي انت لمين تطلع صفرة؟ عخالتك. واش مالك؟ قال انا صفرة. وين السفار ولك؟ وين؟ وين؟ لا بياض لا شقار. عوافي. جايز الجولة ما تروح بليز. جايز الجولة بليز. جايز الجولة. هيدي الشمس ضاربة بعرف.